انت وليه انت فاكرك انت هتعدي بعملتك دي ولا ايه؟ اطلعي لي هنا، اطلعي لي هنا يا وليه. ابعتي جوز البقر اللي انت انياهم هنا، ولا ما بعتهمش هبعت الرجاله دي يجيبوهم من قفاهم. يلا يا وليه اشهلي، ما عنديش وقت. هي دي المرجله يا حاج انور؟ جاي تتهجم انت ورجالتك على بيت ما فيهوش الا ولايه؟ ولما انتوا ولايه ايش عرفكوا باصول المرجله؟ بتتكلموا فيها ليه؟ ولما انتوا ولايه ما كفيتوش خيركوا شركوا وقعدتوا على جنب ليه؟ ما احنا ملمومين وفي حالنا، ما حدش حس بينا لحد ما جه ابنك وخبط على بابي وضحك على بنتي. السلام، ضحك على بنتك؟ بنتك اللي انت مش عارفه تربيها؟ بقول لك ايه؟ هتعملي لنا فيها خضره الشريفه؟ البنت بنتك زيك بالظبط، بس انت مره كهينه وبتعرفي الداري. اخلص قطع لسانك، انا وبناتي اشرف من الشرف، انا وبناتي اشرف منك ومن عيلتك. بقول لك ايه؟ طلعي العيلين اللي عندك جوه اللي ضربوا ابن غدر ومضوه غصب عنه على بنتك اللي دايره على حل شعرها في البلد كلها. كلمه زياده عليا ولا على بنتي هضربك بالنار، مش هضربك بالجزمه قدام رجالتك دول كلهم. بنتي اشرف مش شرف، بنتي اشرف من البلد دي كلها. بنتي كانت كافيه خيرها شرها، وكانت قاعده جوه البيت وقافله على نفسها الباب لحد ما ابنك ضحك عليها. ما لمسهاش الا ما قال لها همضيك على ورقه جواز، ورقه جواز مضروبه يا حاج انور. واحنا ما عملناش حاجه غلط، احنا خلينا ورقه الجواز المضروبه ورقه جواز سليمه. هتلومنا على السليم؟ ماشي يا ابله حنان، مش هنلومك على الصح، بس انتوا اجبرتوا الواد ان هو يمضي غصب عنه. انا بقى جاي عايز حقي، عايز البيت تيجي البيت عندي عشان ده جواز رسمي، مش كده يا ابله ولا ايه؟ وبعدين لاول واخر مره مره زيك ما تعليش صوتها على الرجاله اللي زيي، فاهمه ولا لا؟ يا راجل هم شويه، خلينا نلحق نبلغ في النقطه قبل الفيس ما تقع في الراس. طب يلا بينا. بس ايه مستغربه ليه؟ مش هي دي الاصول؟ بنتك بقت مرات ابني، يعني معنى كده انها تيجي تقعد عندي في البيت، ودينه ما اعبد لا خليكوا تشوفوا اللي ما شفتوهوش في عمركوا قبل كده. عارفة أشغلها إيه عندي في البيت؟ أشغلها خدامة، أشغلها خدامة عندي أنا، مش عندي أنا وبس، لأ ده أنا أخليها تخدم كل واحد في البيت، ومش كل واحد في البيت بس، لأ ده أنا أخليها تخدم البهايم بهيمة بهيمة. ولو الواد جاله مزاج وآخر النهار يطلع لها أهلا وسهلا، ما جالوش مزاج عنه ما طلع ولا يوعى يطلع. ولو ما سلمتنيش جزء الرجالة اللي أنت أنياهم عندك جوه، هاخد البنات دي يسلوا اختهم، وكمان يخففوا عنها الحمل، حكب الرجاله عندي كتير. حرام عليك يا حاج انور، عايز تاخدنا كلنا بذنب ابنك الواطي ده؟ حرمت عليك عيشتك، قسما بالله لو ما سلمتيني العيلين اللي عندك دول عشان اسحلهم في وسط البلد، لا اكون مندمك ندم تندمي عليه العمر كله. يلا هات انت اهو، هاتوا لي البنات دي. من بكر شويه بسؤالي عارف الرجاله. لو انت فاكر تعدي بعملتك السودا اللي انت عملتها دي، قسما بالله ده دفعك الثمن غالي وغالي قوي كمان. طب يا حاج حاسب نفسك، ده بدل ما تربي ابنك وتضربه بالجزمه على بقه على عملته السودا. خلي بالك يا حنان، قسما بالله كلمه زياده تروح بابنك جثه من غير روح. وانت روح امك، راح تشيك لابوك عشان اتجوزتها بالعافيه. طب هتطلقها يا روح امك. جهن جهن، ارمي عليها اليمين يا ما تبصلوش. هذا اخلص اوعى يالا، اخلص جدع يا ابن الكلب. خش جوه حنان. اترمي هنا يا يلا ابراهيم، لما حاجه بسرعه. نروح فين يا بيه؟ نمشي من هنا بعدين نبقى نشوف. طب والواد ده هنعمل فيه ايه؟ الواد ده مش عايزين منه حاجه. يلا وانتوا واقفين تتفرجوا، الواد بيتخطف قدام عينيكوا. ماشي انا هفرجك. ايه ده؟ اهو يا باشا، عشان سيتك ما كنتش مصدقني. مريحك يا انور، انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ لا سعاده الباشا مفيش اي حاجه، ده مشكل صغير مع اصحاب البيت وخلاص. هو اللي بيحل مشكل يتهاجم على ناس في نصاص الليالي برجاله وسلاح؟
لا سعادتك مش واخد بالك، هم خاطفين الواد ابني وانا جاي اجيبه. مين اللي خاطف ابنك؟ الوليه اللي اسمها حنان ومعاها جوز رجاله، هم اللي خاطفينه وقاعدين بيه جوه. يبقى انا كده مجني عليا يا باشا ولا لا؟ خش يا ابني فتشت البيت ده، خش بسرعه فتشت البيت. كل اللي حصل، احنا لا خطفنا حد ولا ضربنا حد. ابن الحاج انور جالي قال لي عايز اتجوز بنتي، قلت له عيب يا ابني روح جيب ابوك، قال لي لا بحبها. قمت مجوزاهم يا باشا، سطرتهم في الحلال. غلطت انا في حاجه؟ هو اول ما عرف الدنيا قامت ما عادتش يا باشا، قام جاب ابنه وجاب رجالته بيخوفني، واكبر ابنه يا باشا انه يطلع بنتي كسر قلبي. يا ولاشه دي ولا كدابه يا باشا؟ شاهد يا باشا بيشتمني ببيتي، الحكومه تجيب لي حقي بقى. يعني ايه هو عور نفسه كده يعني ولا ايه؟ ولا انت مين اللي كان عندك اصلا حنان في البيت ده؟ الدكتور التمرجي يا بيل، قصدي الدكتور البيطري، ومعاه التمرجي بقى المساعد بتاعه. يعني اساميهم ايه؟ كتر خيرهم يا باشا، وقفوا جنبي رجاله، لقوني وليا يا بيه ومعايا ولايه. انا جوزي اصلي في ليبيا يا باشا، مش عارفه مخطوف ولا عايش ولا ميت. لقوه بيتهجم عليا بقى وقفوا جنبي وقفت رجاله يا باشا. في واحد منهم يا باشا وكيل مقصوفة الرقبة اللي جوه، والبيانات بتاعته اكيد عند المأذون. المأذون؟ اجري يا ابني هات لي المأذون من بيته وخليه يجيب الدفتر بتاعه معاه. بص يا حاج انور، انت عايز تعمل محضر تعدي على ابنك، ده حقك، انا مش هتكلم معاك فيه. ولكن دلوقتي المحضر لما نيجي نكتبه في اتنين من هربانين مش عارفين نجيبهم، وفي نفس الوقت حنان عايزه تعمل محضر بتعدي عليها وعلى بيتها، وده برضه هيبقى حقها. انا شايف ان الموضوع كله موضوع نسب، وطالما اتحل بالطلاق ملوش لازمه المحضر، ولا انتوا قلتوا ايه؟ بص يا باشا، كل واحد ياخد حقه بالقانون، ومفيش حد يا باشا فوق القانون. يكتب لي تعهد ان هو اللي هيقرب لي، ولا يقرب لبناتي، ولا يقرب لبيتي، ولا هو ولا ابنه ده بقى طريق بنتي. خلاص مفيش حاجه بينا يا باشا، ولا حد من رجالته. انا بقول لك يا باشا يا ست وحدانيه وعندي ولايه. خلاص بقى حقك، خلاص. قلت ايه يا عم انور؟ دي وليه جبارة يا باشا. هرش كفايه بقى يا سليم بيه، انا لو اعرف ان انا ههرب مع ضابط عمليات خاصه كنت حجزت لي اسبوعين في جيم. يا بيت حرام عليك، ده في عربيه جايه نجاه، هنركب معاها طلعنا بس من الحته اللي احنا فيها. وده في حد هيجي له قلب يقف الاثنين في حته مقطوعه زي دي؟ صح عندك حق، لازم نعمل اي حاجه عشان عربيته توقف لنا. مش هيقف الا نلاقي واحده حامل بقى بيجي لها الطلق في الشارع، ولا حد تعبان ولا مغمى عليه. صح، تتصق فيها ابراهيم؟ امال سليم بيه، ده انت اخويا، اخويا اللي انا اللي ما يعني اخويا كده اللي من بطن ام وابويا. ده كفايه بس تبت قلبك دي وشهانتك وجدعنتك، ولا عمرك ظلمت ولا افتريت على حد. حبيب ابراهيم. يابا يا سليم ده تمام؟ يا سليم اللي تحت ده، انت مفتري، ده انت مفتري يا راجل. ايه اللي افترى ده كده؟ ليه كده يا اخ؟ بس بقى العربيه جايه، بس بقى واحد اقول لك اخو. معلش غصب عني. ماشي ماشي عشان العربيه. انت تمام؟ ايوه كنت تقول لي طيب بدل ما خدتني على اخوانا كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم الحاج، معايا بس واحد صاحبنا كده بس تعب مني في الشارع. الاتنين اللي انت مخبيهم دول البلد كلها قلبه الدنيا عليهم. طب وانا ذنبي ايه يا باشا؟ ونعرف منين ان هم مجرمين؟ دول وشهم سمح يا باشا كده، وتحس ان هم ولاد ناس. وبعدين دول ده دكتور قد الدنيا ومعاه تمرجي. هو انت اي حد تدخليه بنتك كده من غير ما تعرفيه؟ ما هم يا باشا قالوا ان هم عايزين يعني يشتغلوا عندي، وبعدين قالوا بعد كده عايزين يشاركوني. وبعدين يا باشا وانا هعمل لهم فيش وتشبيه؟ هم بيقدموا في الخارجيه. طب انا هوريك لمطتك دي بعدين. شفت يا باشا؟ تأكد من نفسك انها وليه مجرمه ومأجره مجرمين عشان بلطجوا عليا انا وابني. بقول لك يا عم انور، انا مش فاضي اللات بتاعك انت كمان دوت، انتوا موضوعكم خلاص خلص. انا في دلوقتي موضوع اهم بكتير منكم انتوا الاثنين.
يا باشا رأي إبراهيم قالت في الفيلم اللي ملوش أهل الحكومة أهله يا باشا، وأنا رميت نفسي في حضن الحكومة يا باشا. اتصرفوا أنتوا بقى. ألو، مساء الخير معالي باشا. أنا آسف لما أتصل بيك في وقت مش مناسب، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها. يا دماغي، يا دماغي. سلامتك يا ابني، بسيطة إن شاء الله. دلوقتي نوصل العمار ونشوف مستشفى ولا دكتور. والله يا حاج مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه، كتر خيرك. بس انتوا ايه اللي مسفركم في الوقت المتاخر ده؟ نصيبنا بقى، بس احنا كنا شغالين مع واحد نصاب، خلصنا شغلنا وما بدلناش فلوسنا، وفي الاخر برضو اتلموا علينا وضربونا زي ما انت شايف. لا حول ولا قوه الا بالله، هي الناس جرالها ايه؟ ده كله اللي حقوق الناس يا ابني. معلش، وناويين تروحوا على فين ان شاء الله؟ الله يا حاج على الله، لسه مش عارفين. ونعمه بالله، اهي كلها سكك ربنا يا ابني. احنا برضو مش هنعطلك، يعني خليك في سكتك واحنا هنشوف في اي حته ننزل يعني. ان شاء الله. واسم الكريم ايه؟ اسمي محمد عبد الحميد، بس قول لي عبد الحميد على طول. عاشت الاسامي. انا اسمي صالح، صالح ابو فضه. شرفنا يا حاج. بقول لك يا شيخ صالح، معكش ازازه ميه نتودى وننزل نصلي الفجر على اي جنب قبل ما الشمس تطلع علينا؟ والله خدتها من على لساني يا اخ ابراهيم. انا سمعت زميلك وهو بيقول لك يا ابراهيم. دلوقتي نحود على اي جنب كده ان شاء الله ونصلي الفجر ان شاء الله. الله ربنا يكرمك يا عم الشيخ صالح. مسكوم ولا لسه؟ طب هات العربيه وجهز نفسك عشان تهدي معايا. يلا سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. حرمني يا حاج. تقبل الله يا حاج. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بس ما قلتوليش أنتوا شغالين إيه؟ أنا شغال تمرجي. تمرجي إيه؟ هو عايز تمرجع حاجة صوله لما وقع على دماغه تربنت شويه. معلش لكن ما قلتليش يعني الراجل اللي كنتوا شغالين معاه وكان حقه ده كنتوا شغالين معاه ايه؟ احنا كنا شغالين عمال في المعمار، يعني بنهد بيوت قديمه ونطلع مكانها بيوت جديد، بس لما حسينا الراجل ده ينصب علينا سيبناه ومشينا. خلاص بقى يا حاج، الدنيا اتغيرت، القطه كلت ولادها. معلش يا ابني، وهو ربك فرجها ومن بشر زيكم. ازاي يا حاج؟ أنا عندي بيت في جنب قايل للسقوط ومحتاج حد يعمل الشغلانة دي، فإيه رأيكم تيجوا تعملوها؟ يا سلام، عينينا طبعا موافقين، بس إحنا البلد بتاعتنا متطرفة شوية. ده عز الطلب. ها؟ عز الطلب يعني إنه يعني ده وقته إن إحنا نشتغل، لقمة عيش يعني، مش كده إبراهيم؟ عز الطلب. يبقى توكلنا على الله، يلا بينا عشان ما نتأخرش. يلا. اتفضل يا باشا، القهوة المظبوط. شكر قوي. ما قلتليش عملت ايه في المشكلة اللي كانت بينك وبين الحاجة قمر وابني؟ اتحلت ولا لسه؟ أول ما عرف يا باشا إن الحكومة في ظهري وإنكم واقفين في صفي لم نفسه خالص. طب الحمد لله. على فكرة القهوة عظيمة أوي، تسلم إيدك. الحمد لله إني عجبتك، يبقى شرفنا دايما وأنا أعملها لك. أنت عارفة تهمة التستر على مجرم هربان عقوبتها إيه؟ ما أنا قلت لك يا باشا إن أنا ما كنتش أعرف هما مين في الأساس، هو أنا لو أعرف يا باشا إن هما مجرمين كنت قعدتهم عندي؟ صحيح أنت قلت الكلام ده قبل كده. واضح إن أنا نسيت. واضح كمان إن بقيت بنسى حاجات كتير أوي لدرجة إن أنا ناسي عقوبة المتهم بالتستر على مجرم هربان. 5 سنين 6 سنين مش فاكر. بس عجيبة قوي انك تبقي ست وحدانية وعندك بنات وتستقبلي 2 رجالة غربة عندك في بيتك ويعيشوا في وسطهم. ما هو يا باشا هم وشهم سمح وما كانش باين عليهم ابدا ان هم مجرمين. وبعدين يا باشا هو كانوا جدعان قوي معانا وبصراحة طول قعدتهم هنا ما عملوش أي مشكلة،
واديك سمعت يا باشا عملوا معايا ايه وعملوا مع بنتي ايه، يعني كانوا رجاله قوي وشاهمين قوي معانا. لكن قبل ما تكتشفي شهادتهم ورجولتهم دي، دخلتيهم عندك اصلا ليه؟ ما هو اصلا يا باشا كنت قايله في كل حته يعني في البلد، وقايله حتى في البر التاني ان انا عايز دكتور بهايم، عايزه دكتور بهايم، البهايم في النازل يا باشا، المشروع هيروح مني. فبان عليهم سمعوا المعلومه دي فجولي على الاساس ده. اول ما دخل علي قال لي يا دكتور بيطري واللي معايا ده المساعد، صدقته يا باشا، انا اتخدعت. طيب يا حنان، تفتكري بعد ما خرجوا من عندك راحوا فين؟ الله اعلم يا باشا، انا صحيت الصبح لقيتهم فص ملح وداب، معرفش بقى راحوا شرق ولا راحوا غرب، ارض الله واسعه. لكن الدنيا ضيقه قوي يا حنان. عموما لو اتصلوا بيكي لاي سبب من الاسباب وفي اي وقت كلمينا، لان انت قبل كده ما كنتيش عارفه، انت دلوقتي بقيتي عارفه. لو عرفتي وكلموكي وما كلمتيناش هتبقى تهم التصدر على مجرم هربان، ودي جناية في حد ذاتها. بمناسبة جوزك انا هحاول اشوف المشكلة وهحاول اعمل اتصالاتي وهكلمك لو جد جديد. يبقى كتر خيرك يا باشا، يبقى عملت فيا جميلة العمر انا وبناتي. بس انا عايز اقول لك حاجة يا باشا، هم مش هيجوا هنا تاني، يعني بعد ما هم يعني اتعرفوا هنا اتهيألي هيخافوا. محدش عارف، يمكن. يلا سلام عليكم. مع السلامة يا باشا، ربنا يعلي مراتبك يا باشا، مع ألف سلامة. أيوة يا حودة. ما طلعناش بحاجة. وسعادتك لو دوست عليها حبة كنا طلعنا. ما انت عارف يا وليد، ده مش اسلوبي في الشغل. وبعدين ما اظنش انها عارفة هما راحوا على فين، لانهم كانوا خارجين من هنا اصلا هربانين، يعني هما كمان مش عارفين رايحين على فين. بس ممكن يكلموها تاني سعادتك. لا ما اظنش، سليم اذكى من كده قوي. المهم طلع لي اذن نيابة بمراقبة تليفونها. حاضر سعادتك. اطلع. يا ستي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طيب طيب خلاص انا هتصرف. لا لا مفيش، هتصرف انا. طيب بقولك على حاجه، احنا مفيش داعي ان انت تكلميني اليومين دول، احتياط يعني، ما تكلمينيش يا ستي دلوقتي. طيب مع بقولك ايه، البنات عاملين ايه؟ كويسين؟ طيب الحمد لله، مع السلامه. مع السلامه. اطمنت على البنات يا اخويا؟ طلع كويسين؟ يعني مش بس متجوز عليا، ده انت كمان مخلف يا حودة. فاهم؟ انا مش فايق لك، اللي يتجوزك هيفكر يتجوز حد تاني، انا مش فايق لك خالص، انا في مصيبة. اسمعني كويس، سليم بيه واقع في ورطة كبيرة قوي. طب وهتعمل ايه؟ الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا حاج. شفتوا المكان متطرف ازاي؟ لدرجة إن محدش حاسس بوجودنا أصلا. الله أحسن حاجة. بتقول حاجة يا ابني؟ لا يا حاج، بقول المكان بناسه يعني. ربنا يعزك. بعدين تبين عليكم ناس طيبين وولاد حلال. الله يخليك يا ابني. تعالوا اتفضلوا أوريكم المكان اللي هتقعدوا فيه، ترتاحوا حبة وتاكلوا لقمة، وبعدين أوريكم الشغلانة اللي هتعملوها. ويا هدى زمانها جهزت لنا الغدا. عامل ايه دلوقتي يا ابو خليل؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يسامح بقى. اتفضل. ارموا ازاي يا شحاته؟ وكمان اللي على الطريق يا جدع. طيب يا حبيبي ماشي. والنبي يا شحته لو جد جديد في الموضوع ده بقى بلغني على طول، لحسن رئيس المباحث هنا شاغل نفسه بالموضوع ده قوي، وهتبقى حلوه في حق اخوك برضه. ماشي حبيبي، سلام يا شحته. سلام. بعدين معاك يا ابن الصارمة، انت ايه زبق؟ متر لازم اشوفك ضروري دلوقتي. لا ضروري. ماشي سلام.
ما تلاقيش ما تلاقيش انت مين؟ ما تلاقيش يا استاذة فريدة. انا حوضة سيطرة من طرف سليم باشا. حوضة؟ ايه دي كده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ما تلاقيش الشقاوة ما بتروحش. انا بيني وبين سعادتك عندي رسالة من سليم باشا، فخفت ابلغها لسعادتك على التليفون الا يكون التليفون متراقب او حاجة، فقلت اقول لك بنفسي. يعني هو سليم جرب حاجة؟ لا لا ان شاء الله بخير يا رب. بس بقول لسعادتك ايه، احنا مش هينفع نتكلم هنا، ممكن سعادتك واحنا ماشيين اقول لك ايه الموضوع بالظبط. ماشي ماشي. الله، ده ايه ده يا سليم بيه؟ ده فصل محو الاميه ولا ايه؟ والله ما عارف ابراهيم ده ايه. والله بيني وبينك يا بيه، هي المنطقه هنا كلها غريبه قوي. هو احسن والله، هو ده المطلوب بصراحه. يعني الشيخ صالح ده راجل طيب قوي يا سليم بيه، بس احنا مش عارف هنعمل ايه في موضوع البنا ده يا بيه. مش كنت قلت له حاجه تاني؟ يعني كنت اقول له ايه يعني؟ وانا قلت له مهندسين؟ ده انا قلت له حيالله عمال. عايز سيدي، ما احنا المره اللي فاتت اشتغلنا في البهاي، المره دي شويه طوب واسمنت وهتعدي ما تقلقش. مسهل يا بيه ولا يقول لنا اشتغلوا مدرسين، وانت بقى في محو الاميه بالشرف ده تشخط في العيال يقعد دكك. والله يا سليم بيه حاسس ان احنا كل ما بنمشي بنغرز اكتر. معلش، مشكله ان بعد مدرفع الدنيا اتبهدلت اكتر. خليها بس نتدرى هنا شويه لحد ما الدنيا تهدى ونشوف هنعمل ايه. سيب على الله يا رب. يلا يا هدى اشهلي شويه يا بنتي. انا عملت الاكل زي ما حضرتك طلبت مني، بس حضرتك شايف انه صح ان احنا نقعد مع اتنين رجاله ما نعرفهمش؟ يا بنتي كلنا عبيد ربنا، ودول ناس في ازمه، ربنا يسرنا ساعدهم وهو كله بثوابه. ايوه يا حبيبي، بس يعني ودي انت شايفه البيت ما عادش ينفع يتقعد فيه بالوضع ده، واهل البلد بيعاملونا ازاي؟ ده يمكن ربنا بعت لنا الاتنين دول نجده بدل ما احنا محتاسين ومش عارفين نعمل ايه. مش هقدر اتكلم بعدك يا عم صالح، حضرتك قادره. ربنا اللي قادره واعلم يا هدى، وله حكمه في كل حاجه. حواجنا ليهم وحواجهم لينا وجمعنا في طريق الخيره دايما يا بنتي فيما اختاره الله. نعم بالله. حاضر يا عم صالح، اتفضل. امك سابت روحها فيكي. يلا. ازيك يا ست سميحه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. احمد، خير يا مال؟ والله ايه المقابله دي يا ست سميحه؟ انا مؤاخذه، انا جاي اقدم واجب العزاء في المرحوم اشرف، واشوف يعني طلباتكم لو انتم محتاجين اي حاجه. شكرين، خيرك سابق. امال نوره فين؟ هي صاحيه ولا لسه نايمه؟ لا لسه صاحيه اهي، ومنوره زي عوايدها. بسم الله ما شاء الله، البقاء لله يا ست البنات. الله يرحمه، كان غالي علينا قوي، بس ما يغلاش بقى على اللي خلقه. وانت ما تعمليش في نفسك كده. اه، ولو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. وعلى راي المثل، الحي ابقى من الميت. شكرين، واجبك وصل يا معلم، بس يعني لا مؤاخذه احنا اتنين ولايه في بيت ما فيهوش راجل. اه فهمت، لا مؤاخذه عندك حق. آه ربنا يرجعه بالسلامه، هو كمان كان غالي عليا قوي. تقول لي؟ ما انا عارفه منه لله بقى يا معلم اللي كان السبب في اللي هو فيه. شده وتزول يا ست سميحه، انا امشي، بس امان عليكي لو احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم. سلام. أقول لك على حاجة غريبة يا سليم بيه. يا ابني اسمع عبد الحميد بقى، ما توديناش في داهية. ها مؤاخذة، تصدق بيت الست حنان وولادها وحشوني قوي، خصوصا البت الزهارة اللي اسمها هنا دي. يا عم حشوك أنت لحقت؟ ما هو ده اللي أنا مستغرب له يا بيه.
سبحان الله يا أخي، حاسس إن البيت ده هو اللي أنا تربيت فيه طول عمري، واللي هناك دول ولادي بالظبط، وقلقان عليهم زي ما أنا قلقان على ولادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الزهر وجع الفراق وحرقة القلب كتبت على الواحد طول ما هو عايش. تعال نبطل كآبة بقى، ولو على حنان وبناتها هيبقوا كويسين إن شاء الله، ما تقلقش. طب وولادي؟ ولادي أنا خلاص بقيت حاسس إن أنا مش هشوفهم تاني. تعال ما تشوفهم إن شاء الله. طب أنت بتعمل إيه؟ مشغول في إيه في الورقة دي؟ مشغول في المصيبة اللي إحنا فيها، وهنطلع منها إزاي؟ أظن زمانكم واقعين من الجوع. هدى بنتي الوحيدة. ما شاء الله، ربنا يخلي. يلا كلوا لكم لقمة وناموا لحد ما تشبعوا. أنا عارف إن المشوار كان صعب عليكم. يلا يا هدى. بسم الله ما شاء الله. ريحة الأكل حلوة أوي يا سليم بيه. يلا بسم الله. سرحت في ايه تاني؟ مش عارف، بس البنت دي فيها حاجه مش طبيعيه. هيكون فيها ايه بيه مش طبيعي؟ اكيد زيها زي كل البنات، بنت يعني عاديه جدا. يلا بسم الله. لا يا ابراهيم، بصتها كده فيها حاجه مش مريحه يعني. غض بصرك يا باشا وانت ترتاح. الله يمسيك بالخير يا فريده هانم. يلا بيه كلك لقمه. البطاطس هتبرد. مفيش تقصير ولا حاجه يا فندم. الحكايه كلها ان المكان ده مفيش فيه نقطه شرطه. النقطه الوحيده الموجوده نقطه صغيره، عشان كده لما بلغوا المركز والمديريه كانوا هم خرجوا. الله، امال فين الكماين اللي بتبقى على الطريق يا صلاح؟ موجوده يا فندم. كل الكماين الموجوده على الطرق الرئيسيه اتبلغت، لكن زي ما سعادتك عارف الطرق الرئيسيه دي فيها طرق كتير فرعيه، عشان كده احنا ما نعرفش هم راحوا فين. ده غير ان ظابط النقطه اتشغل في مشكله الست صاحبه البيت. تتحرق الست صاحبة البيت ومشكلتها، ها؟ وعملتوا ايه معاها؟ حققت معاها. وبعدين؟ ولا حاجة، شفت انها ما تعرفش سليم راح فين. وانت صدقت بقى الكلام ده؟ لأن ما كانش فيه قدامي غير كده يا فندم، وأي ضغط عليها لا هيقدم ولا هيأخر. لا ده دلع يا صلاح، انت بتدلع. ويظهر بقى الكلام اللي قالوه عنك صحيح. كلام ايه يا فندم؟ انت مش واخد القضية جد يا صلاح. لا انت بتهزر، يا دوب بتدور على سليم كده مجرد تأدية واجب وخلاص. والكلام ده انا ما ينفعنيش، انت عارف انت غالي عندي قد ايه. بس لا، الوقت ضيق وما استحملش، ومفيش وقت للهزار والدلع في المسألة دي. سليم الأنصاري لو ما جاش في أقرب وقت انا ليه اتصرف تاني. ما تزعلش مني. حاضر يا فندم. يا حبيبي يا سليم، يعني هو يعني كان ناقص؟ طب يا بنتي، يعني حودة ده ما يعرفش هما ممكن يروحوا فين؟ للأسف لا يا طلط، احنا اتقطعنا الأخبار سليم، ومضطرين نفضل قاعدين مستنيين كده لحد ما هو يحاول يتصل بينا. إن شاء الله ربنا مش هيسيبه. زي سليم ما سابش الست الغلبانة دي في أزمتها. بس لازم نتصرف نعمل حاجة يا بنات. طب قولي لنا عايزانا نعمل إيه وإحنا هنعمله على طول. أنا بنتي عايزة أظهر حقيقة سليم. عايزة أعرف الناس كلها إزاي وقف مع الست الغلبانة دي هي وبناتها. الناس فاكرين إن سليم ده ضابط مفتري ومجرم هربان. لازم نعرف الناس حقيقته إيه. فكرة كويسة جدا على فكرة. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ دي سيبيها لي انا، انا هعرف اتصرف، انا هحرك الصحافة والميديا على القصة دي بس. وانا هشتغل على السوشيال ميديا. انت معاكي حق يا ماما. مشكلة سليم ان هو كويس قوي، بس الناس مش عارفة على حقيقته. احنا لازم نخليهم يعرفوا سليم اللي بجد.
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. خير يا بنتي؟ في إيه يا هدى؟ أنا عرفت مين هما الاتنين اللي جم مع حضرتك.